إلهي بانا أبلن قاضي إلو بدبادنا يا أبلن قاضي ودتك مؤمنين تا إلهي أمر كي سقاطو راعين وبدبادنا يا إلهي بانا أبلن قاضي بعد قيدنا دتكو وحي كفر عمان أما فرع عيسي أيهين أولادي نبي الله نوح سدأوا إلهي نوح وجعلنا ذريته هم الباقين نبي نوح أولادي سي أيانو كيال نكوا باقين تا مركا الدنيا دا كسي باقين نغن دون أوصي عمل دون أولادي يعني ذرية دي نبي آدم ومركا أولاد نوح نبي الله نوح وحل إلى مركا و أبو البشر الصغير با ليلا دايو أبيه اللباد وبن آدم كوية حي أبيه كوباد والنبي آدم بوها وأبو البشرة آدم الصغير با مركا ليلا دا نبي نوحنا بعد آدم ضدكو وحي كل قد في سقو إيمانا يانو يقل يان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حديث إمام أحمد ورنا يو سمو ربنا الجند منك ليرادنا لقى ورنا يا صحابك ليرادو نبي عليه الصلاة والسلام وحو يربو صام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم صدح دي ويل أو النبي نوح دلي صام يا حام يا يافث بالأورنجري صام وحو دلي عرب حام وحو دلي أبو الحبش وأفريكان كأيو دلي يافسنا أبو الروم أيو أها ودات كان إنديرت اللي رادو أيو مركا دالي إمام الترمذي نو ورنا يا حديثك مرفوع أصغو أيو كريالي يو ورنا يا نبي الله نوح آد بو عمر جيسو أديرا oo waxa la yiraahdaa anbiyaada waa nabiga ugu cimriga dheer buu ahaa wuxuu noola markii la soo diray sayyiduna nuux asaga oo 480 sano jiro ayaa rasuul laga dhigay بعد الطوفان وحو نولابا ليرادا صدح بقول يكنتن سنة صدح بقول يكنتن سنة أيو بعد الطوفان أيو مركا نولا كن سنة أو كنتن دمنا دي قوم كيسو ويري ودعوة أيو كجري مركا عمري كيسو وحو أها مركا كن تضبب بقول إيه سيديتن سنة ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة كن إيه تضبب بقول إيه سيديتن سنة أيو نولا نبي الله نوح ونبي أما الرسول كأنبيادة وعمه دير أيو أها نبي نوح مركو لمن يي وحال ويدي كيف رأيت الدنيا بل الدنيا ذا كورا إن بدن أياد دح جوكسي الدنيا ذا نبيجي أقول عمرك ديرابا دهيد والله بكون أصنع وحي الدمان أيو مركا نولا لو بقول إلا واتن سنة أمبا أقول دمان أيو مركا لما يكون بل الدنيا ذا كورا أياد لويدي مركا أوحو يري نبي نوح الدنيا وحن كو قدر ياهن قري لباء الباب له ومد أنك قلي مد كي كرانا أنك بحي وقري لباء الباب له والباب كا انت أنك سو قلي مد كدنبها دانا أنك سي بحي سيدا أمان كو قدر يا الدنيا ذا مركا الدنيا ذو قفكو انت أوجوغو أما الدنيا وحي وصوى مرايا كالدوانا وحبا ايضو نهين ايه دافا يسا وقفو وحو لمن نقون ايه ادو سكست عمر يسو او ديرا
أدويه إنه مالين كنولا أما ساعدك كنولا أمبولا من نغنيا نبي نوح وحكو دوغن يهي سيد الراجحة حرم كأيو كدوغن يهي أو أنبياء بدن يا الرسول بدن با وحي كدوغن يهين حرم ك أي كدوغن يهين هل كائنو كدوغن يهي سيد الراجحة يعني سيد لغو وريه قصص ك أما علماء تفسير كودا سيد الراجحة الراجحة سن يا أغواش وده إنهم كدوغن يهي أي الراجحة وي نبي الله نوح مركو دمان يي ويل كيسا أيو أدر دار مي إمام أحمد باوحو مسند كيسا كوورن يا سند صحيحة عبد الله بن عمر صحابي قال لي هذا أيو كوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحجر إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه نبي الله نوح markay geeridu ku soo xaadirtay wiilkiisii wuxuu ku yiri wiilkaygii waan ku dardaarmayaa dardaaranka kugu dheereyn maayo waan ku gaabinayaa innii uusiika biwasiyatin waqaasiruhaa kay laa tansaha waan ku dardaarmayaa waan ku gaabinayaa si aadan u hilmaamin oo hadalku hadduu gaaban yahay إن لقبت أم الله حفظية ويفضد هاي مركا أوصيك بثنين وأنهاك عن اثنين لبا نكو دردار ميا لبا شعين وأنكار ريبا يا إسك إلالي أوصيك بلا إله إلا الله وحنكو دردار ميا كلمة توحيد لا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهديك فضل صارو سماوات كتدوضع أي أرضوين كتدوضع أنا كفضل صارو لا إله إلا الله باكر راجح نغرس هذه سماوات كتدولا يا أرضين كتدولا أحيل قل لقد قصيد الله يسد الصارو لا إله إلا الله ندش الله صارو لقسمة النوي جبين إيسا كلمة وح وميزان أدق مكرانة مجرو هذه الله دول صارنا وح إسك حجين كرو أما إسك علين كرا مجرو سأيو كير نبي الله نوح ويلكيسي أوصيك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده وحانك لو قدر دار ميا سبحان الله وبحمده فإنها تسبيح الخلق وبها يرزق الخلق لا سبحان الله وبحمده ومخلوق التسبيح دودي هي عبادة دودي مخلوق ودن لبدا كلمة أيال لغو إرزاقيا فإنها تسبيح الخلق مخلوق ودن باكو تسبيح سنعي لكن أنه مؤجن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لا إلهي شيء مجر مخلوق كمدا إلا إلهي بؤو تسبيح سنعي لكن أذنكم مفهم بيثان بإلهي لي سبحانه وتعالى بركة سبحان الله وبحمده أيان كودر دار ميا مخلوق ودنبا كتس بيحسن أيو مخلوقنا والو إرزاق يا وإلهي سبحانه وتعالى نزه ديسا إيه فد ديسا وحا نوعنا نيدون لغع يعني لغفه فو لغونا حمديو أيا مخلوق الو إرزاقا ومخلوق ودنبا كتس بيحسن أيان يكو عبادي سنيا وأنهاك وحن كان هينا يا عن الشرك والكبر قال نمو إيه كبر إسكا إلالي أيو كير نبي نوح لبدا صفة ولبا صفة حنحن إسكا إلالي قال نمو كبر كان إسكا إلالي إن المخلوق إلهي إسكا كرياشو
oo isla weynaato. Nabiyullaahi Nuux ilaahay baa ammaanay subxaanahu wa tacaala, wuxuu ilaahay ku ammaanay inuu yahay addoon shukrin badan oo ilaahay nicmadiisa ku shukriyo. duriyata man xamalnaa maca nuuxin innahu kaana cabdan shakuura, wuxuu ahaaday nabiyullaahi Nuux addoon ilaahay ku shukriya subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay shukrigiisa badiyo nicamtiisa ku shukriya ayuu ahaa. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ka sheekeeyey ammaantaa uu ilaahay ku ammaanay oo inuu yahay addoon shakuur ahoo shukriyo waxay ahayd, buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, nabi Nuux wuxuu ahaaday haddii uu wax cunayo ama uu wax cuno alxamdu lilaah buu oran jiray, hadduu biyo cabo sharaab cabo alxamdu lilaah buu oranayay, dharka markuu xiranayo alxamdu lilaah buu oranayay, gaadiidka markuu fuulayo alxamdu lilaah buu oranayay. fasamaahu llahu cabdan shakuuran, ilaahay baa wuxuu ku magacaabay addoon shukriyo oo ilaahay nicmadiisa ku shukriyo inuu yahay baa ilaahay ku ammaanay. imaamu axmed baa xadiidka musnadkiisa ku wariyey, waana xadiid saxiixa, oo addoonku waxaa laga doonayaa nicmooyinka ilaahay ugu nicmeeyey inuu garto oo nicmada ilaahay uu ku shukriyo. laakiin dadku wax nicmada ilaahay ku shukriyo ama garto aad bay u yar yihiin, sida ilaahay uu leeyahay waqaliilu min cibaadiya shakuur, addoommahayga waxaa igu shukriyo oo nicmadayda igu shukriya way yar yihiin, aad bay u yar yihiin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka nabiyullaahi Nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa rasuulka ambiyada ugu cimriga dheer buu ahaa, dacwadana yacni ugu waqtiga dheer intuu dacwada iyo diinta fidinayay ayuu ahaa. ilaahay baa ammaanay subxaanahu wa tacaala, oo wuxuu ku ammaanay inuu awaamirtiisii gutay, inuu qoomkiisii u naseexeeyey, inuu dacwada ugu yeeray habeen iyo maalinba, mas-uuliyaddii ilaahay uu saaray inuu gutay oo si taama uu u gutay. addoon ilaahay ku shukriyo oo nicmooyinkiisoo dhanna ku shukriyo inuu ahaa yaa ilaahay ku ammaanay subxaanahu wa tacaala. intaa waxaa noogu dhammaaday qisadii nabiyullaahi Nuux calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.